واحد كان مسكين ساكن في حتة كلها مجاري وشقة صغننة عبارة عن أوضة وصالة مع أبوه وأمه وأخواته، ونكد وعكننة وألم وفقر وكل حاجة. فربنا أكرمه بعقد في السعودية في مكة ب$4,000. الكلام ده واقعا. يقول عاش الشعر ده في سعادة بالغة. أما يجي يدخل ناحية البيت ويلاقي المجاري مغرقة الشارع وحاطين طوب بينط عليه، يقول أنط على الطوب وأنا مبتسم، قول كلها شهر وسافر وتبقى الدنيا كلها نظافة وأبقى راكب عربية. يدخل الشقة مولد وهيصة، يقول ألاقي نفسي ببتسم ومنشرح جدا، كلها شهر وهاخد شقة، عشت يعني أسعد شهر في حياتي اللي هو شهر الأحلام ده. هي ده اللي أنا بقوله، إنك أنت لو حسيت فما بالك بقى لو حس إنه راح الجنة. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. العمر كله هو الشهر ده، يعني لما الاقي حد بيضايقني ويعاكنني كلها كم يوم، يا رب ارزقني حسن الخاتمه والسامعين والمشاهدين. لو الانسان حس ان هو كلها كم يوم وروح الجنه، اللي جعان هيشبع، واللي تعبان هيرتاح، واللي مريض هيشفى، واللي حد اذاه هياخد حقه. تفيض عليك احساسك ان في اخره، تجعل الانسان نوع من انواع السلام الداخلي. يبقى الانسان جواه كده رضا مش ملوش حدود، ملوش حدود. عشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم ركز على تعميق اليقين بالآخرة.